لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أخيرا ظهر الحق في قضية هبة نور والكشف عن الحقيقة كاملة بعد أيام عن تصدر الفنانة هبة نور الترند داخل مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات ساخرة من الجماهير، منهم من كتب غلبة سامي المصري وتعليقات كثيرة ساخرة علقت على القضية. لا تزال أزمة الفيديو المزعوم الممثلة السورية هبة نور يتصدر عناوين الأخبار مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار في 18 مايو أيار 2024. أثار الفيديو الذي يظهر هبة نور فيه وضع قادش الحياة مع شاب داخل السيارة موجة من الجدل والانتقادات، ونفت هبة نور صحة الفيديو جملة وتفصيلا مؤكدة انها مفورك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن جهتها نفت هبة نور سلطة الفيديو المتداول والذي أظهر برفقة شخص داخل سيارتها وضع مخل بالأخلاق. وفقا لتقارير سورية فان هبة نور تعرضت لمحاولة ابتزاز من قبل شخص يطالبها مبلغ ضخم مقابل حذف الفيديو المزيف، مشيرة لأنها ليس لديها أي صلة بالفيديو وأن التحقيقات أظهرت أنه تم تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هبة نور من أشهر الفنانات السوريات التي قدمنا عمل عظيم، ولكن ما دائما ما تكون زورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصير جدلا وبلبلة من الانتقادات، حيث تكون بنفس الصور كاشفة عن أجزاء في جسمها والذي يصير بلبلة من الانتقادات. وآخر التعليقات عن الفيديو حيث علق إحدى الجمهور الخاص بالفنانة هبة نور أن هذا الفيديو تخطى جميع فيديوهات الفنانة المصرية سامي المصري ولكن يجب منعه من العرض، والفيديو منتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانة هبة نور تبلغ من عمر 36 سنة، ولدت بدمشق سوريا، عملت بأفلام كثيرة منها أشهر الأفلام عن دليب الدقي مع الفنان عادل إمام، وهذا أشهر الأفلام لها. ووعدت سؤال الجميع عن هل هذا الفيديو مفبرك أم جميع المعلومات التي كشفتها هبة نور هي معلومات غير صحيحة بعد أيام من التحقيق معها وأكثر من 3 أيام. حتى الآن لم تتراجع الفنانة هبة نور عن تصريحاتها والتي قالت في أكثر من تصريح أن هذا الفيديو مزيف عن طريق وكيلها وعن طريق حسابها، ولم تتراجع عن أقوالها وعن الشاب الذي ظهر معه في الفيديو حتى الآن لم يتم التحقيق معه. وعلق احدى الاشخاص كاتبا يجب التحقيق معهم بشكل دقيق لكشف الحقيقة. وما دائما ما تكون ظهور الفنانة هبة نور عبر السوشيال ميديا في اشارة للجميع، وصور الفنانة هبة نور تتصدر الترند دائما، ولكن هذه المرة هي ترند في سوريا والوطن العربي ودعمها عدد كبير من الفنانين الذي عملوا معها. بعد ان صرحت ان هذا الفيديو مفبرك قام عدد من الفنانين بحمل الدعم للفنانة هبة نور للوقوف بجانبها في هذه المحنة الصعبة. وقال المحامي اشرف المساوي محامي هبة نور ان احدى الاشخاص طلب 500,000 دولار مقابل حذف الفيديو المزيف مقابل نصف مليون دولار، ولكن قال اشرف المساوي انه سيتم كشف حقيقة الفيديو وكل من نشره وتم تزييفه وسيتم محاكمة جميع الناشرين. ولكن حتى الان لم يكشف احد الصحف المقربة او اي صحيفة عن هل هذا الفيديو مفبرك مثلما اوضح محامي الفنانة هبة نور بصفتها له ام عن هذا الفيديو حقيقي. ومحبي الفنانة هبة نور كانوا في صدمة وانزهال كبير بعد انتشار الفيديو، حيث علق بعضهم قائلا هذه بيش اخلاقها، فنانة محترمة تاريخ كبير صعب تكون عملت هذه الفعلة الصعبة. ومنهم من يدافع عنها ومن ينتقدها، وعدد كبير من الفنانين دفع عنها. وأثار الفيديو ضجة كبيرة على منصات التواصل وتفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لكن اللافت كان التزام عدد كبير من أصدقائها الفنانين الصمت إذا لم تتلقى الدعم إلا من عدد قليل، وهذا أمر غير طبيعي. فأوضحت أنها تعرضت لمحاولة ابتزاز من قبل شخص يطالبها بمبالغ كبيرة، ونفت هبة نور صحة الفيديو جملة وتفصيلا مؤكدة أنها هذا الفيديو مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أن الفنانة هبة نور متزوجة مرة واحدة فقط في عام 2015، حيث أعلنت لحين نزاك الفترة قضاء فترتها مع زوجها في دبي، ولكنها بعد 3 سنوات فقط انفصلت وعادت إلى بلادها سوريا لقضاء باقي وقتها. بس مو طبيعي الشعب كيف يحب الفضايح بطريقة عجيبة. أنا موت فيها عن هبة نور عم أقول إنه هل الفيديو صح
ما نجي نحنا منتشر هالشي ولا كانوا ربنا علمنا انه نستر على بعض سواء هي او غير. بكل الاحوال اي حد عم يتداول الفيديو لازم ينتبه ان القضاء عم يلاحظ والفيس صار عم يقفل صفحات عم تنشره كمان بسبب انتهاك الخصية. وهذا كان تعليق الفنان جورج يوسف دعما للفنانة هبة نور. وفي التفاصيل لم يتضامن عدد كبير من الفنانين مع الفنانة صديقتهم والتي عملت معهم في أعمال كثيرة وليس عمل واحد، ولكن لم يدافع عنها إلا القليل في هذه الفترة الصعبة وعرض من متابعيها أيضا. ومنذ انتشار الفيديو لم تنشر الفنانة هبة نور أي منشورات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقلق عدد كبير من متابعيها في هذه الفترة عليها، وطالب البعض بنشر بوست من هبة نور لتطمينها لجمهورها عليها بعد اختفائها لمدة 4 أيام عن موقع انستغرام. وتمتلك الفنانة هبة نور حسابا عبر موقع انستغرام يتخطى 4 مليون متابع، وتمتلك ايضا حسابا على تويتر يتخطى 2 مليون متابع. وهذا يدل على حب كبير من السوريون والوطن العربي للفنانة هبة نور الذي وصفها البعض بانها يجب ان تستحق لقب ملكة الجمال في سوريا. وهنالك ايضا بعض الصور ما يقارب من 20 صورة انتشرت لهبة نور لإثارة الجدل ايضا، حالة من الجدل الواسع لإثارة فيديو انتشار هبة نور الخادش الحياة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وهو الأمر الذي تفاعل الخروج عن صمتها من فريق في انستغرام والكشف عن طريق محاميها الخاص. ونرصد في التقرير التالي عدد من الصور لها. وأصدر الفنانة هبة نور بعض التعليقات. والفنانة السورية هبة نور في يوليو 1987 وبدأت مسيرتها عن خلال الإعلانات، وظهرت في بعض الأغاني المصورة، وشاركت في مسلسلين المحروس سقف العالم مع المخرج نجدة إسماعيل الزول. عرف الجمهور المصري هبة نور من خلال فيلم عندليب الدقي من بطولة النجم محمد هنيدي عام 2008، حيث كانت هبة نور جمانة الدور. توالت الأعمال الفنية لهبة نور في السينما والتلفزيون منها أوراق الحب، صايعين ضايعين، حرم لك، صرخة روح، سرايا عبدين وغيرها من الأعمال الفنية النجحة، حتى أعلن زوجها انفصالها عنها. ومنذ ذاك الحين لم تقم بأعمال فيها أدوار تمثيلية أو مسرحية. وديانتها هي الإسلام، جنسيتها السورية، اسم الولادة هبة عمار حلواني. وكشفت الممثلة هبة نور أن لها حبيبا واحدا لا تستطيع العيش بدونه وأنه أغلى إنسان على قلبها. وقالت نور: تيم ابن شقيقي هو حبيبي الوحيد، هو حياتي وروحي وعمري، هو حبه وعشقه وكنزي، أتمنى من الله أن يحفظه لنا وأن أراه شابا في أعلى المراتب. وتشارك الفنانة السورية هبة نور بين الحين والآخر متابعيها بصور فيديوهات تجمعها بابن شقيقها تيم الصغير في العمر. وهبة نور ممثلة سورية من أشهر الممثلات الذين عملوا لسوريا طوال تاريخها، قدمت ليس عملا واحدا بل أعمال كثيرة. ولكن نطلب منكم فقط الكشف عن رأيكم، هل هذا الفيديو مفبرك أم لا الذي منتشر حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند؟ وهل هذا الفيديو ليس مفبرك؟ يجب عليكم الكشف برأيكم في هذه القضية الصعبة التي حتى الآن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل فيها. اللهم احفظ الفنانة هبة نور واحميها واحفظ جميع أبناء الشعب السوري.